السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صالح وحيد. في هذا البرنامج حنتكلم عن التسويق بإذن الله، وكل حلقة حتكون مدتها 3 دقائق. بنستعرض مهنة التسويق، إيش هي وإيش تطبيقاتها وإيش هي المهارات اللي يحتاجها المسوق الجيد. التسويق له تعريف كثيرة وعرفوه عدة علماء بشكل مختلف، لكن التعريف الأبسط والأوضح هو أنك كيف تخلي المنتج في مكان وصول العميل وتخلي العميل معجب بهذا المنتج. لا أحد يخلط بين التسويق والبيع. بيتر دراكر عراب الإدارة قال: التسويق يركز على حاجة العميل، والبيع يركز على حاجة البائع. التسويق هو إيجاد طرق مناسبة لربط العميل بالمنتج، وعشان يكون العميل موالي لازم الشخص اللي بيدرس التسويق، لكن البيع يملك الصفة الأساسية من التخلص من المنتج بأي قيمة كانت. أنسوف عالم التسويق اقترح استراتيجية للشركات ممكن تتبعها في التسويق، فعنده زاويتين، زاوية المنتج وزاوية السوق. فممكن يكون عندك منتج قديم أو حالي وتبيعه لسوق حالي، فهذا market penetration، اختراق السوق. تبيع منتجك الحالي لسوقك الحالي وعملائك الحاليين، أو ممكن أنك تجيب منتج جديد وتبيعه لسوق جديد، فهذا market diversification أو التنوع، كيف أنك توصل لجمهور جديد بمنتج جديد. واللي يبغى يبحث عنها يبحث عن أنسوف is marketing strategy، وهذه هي الحين طالعة عندكم في الشاشة. من المصطلحات المهمة في عالم التسويق مصطلح customer oriented focus، ومعنى هذا المصطلح انه شركة من البداية تكون مركزة على حاجة العميل، او بدت ودخلت السوق حل لمشكلة عند العميل وما افترضت حاجات عند العميل. دائما الشركة اللي تفترض حاجات عند العميل تتفاجأ بعدين انه العميل مش مستعد يشتري هذا المنتج، فلازم تكون الحاجة عند العميل موجودة. وهذا ميزة كثير من الشركات اللي نجحت، انها Customer Oriented Focus. المصطلح الثاني اللي حنشوفه مصطلح Customer Life Cycle، مصطلح مهم نعرفه لانه يوضح لنا دورة حياة العميل. العميل كيف في البداية سمع عن منتجك، بعدين اول مرة دخل محلك او دخل متجرك الالكتروني، بعدين كيف اصبح موالي لك، بعدين كيف مثلا استاء من منتجك وترك الشركة. فضروري كلنا نعرف الكاستمر لايف سايكل لمنتجاتنا وشركاتنا. المصطلح الثالث New Product Development، وهذا مصطلح ممتع لأنه يبدأ من الصفر في تطوير المنتج، فيبدأ في جلسة عصر الأفكار أو الأيديشن، بعدين جلسة العصف الذهني، بعدين جلسة مراجعة الأفكار، بعدين تشوف إيش الأفكار أو المنتجات القابلة للتطبيق وإيش اللي ممكن تطلقه في السوق، إلين ما فعلا في الأخير المنتج يكون وصل السوق. فنيو Product Development مهم للشركات اللي تبحث عن تطوير وتبغى توصل للجمهور بطريقة ذكية. الآن ممكن ندخل في المهن التسويقية. أول مهنة حنتكلم عنها هي مهنة البراند مانجر أو مدير المنتج. مدير المنتج لازم يعرف كل تفاصيل المنتج والأنشطة التسويقية اللي قاعدة تصير، سواء ديزاينز، إعلانات، سوشيال ميديا، إيفنتس، مهرجانات، أي شيء له علاقة بهذا المنتج لازم يكون مشرف عليه. رئيس البراند مانجر أو مديره هو CMO Chief Marketing Officer، مدير التسويق في هذه الشركة. المهنة الثانية اللي حنتكلم عنها هي مهنة السوشيال ميديا مانجر أو مدير الشبكات الاجتماعية. مهمته الأساسية أنه يخلي الشركة متواجدة في الشبكات الاجتماعية بالطريقة المناسبة اللي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتسويق في الشركة. فلازم يتواصل مع الجمهور، لازم ينزل الإعلانات، لازم المحتوى اللي ينزله في الشبكات الاجتماعية يكون محترم، لازم المحتوى ينزل بشكل يومي عشان الجمهور يتفاعل ويحب هذا المنتج. السوشيال ميديا مانجر تحته عدة موظفين، المدير الإبداعي، المصمم، كاتب المحتوى، مختص الإعلانات المدفوعة، هذول كلهم ينفذون الحملات التسويقية على الشبكات الاجتماعية اللي تتبع برضو لخطة الشركة التسويقية. إذا أنت مهتم بأي مصطلح من المصطلحات التسويقية اللي ذكرتها تقدر تبحث عنها في جوجل وعشان تشوف باقي التفاصيل، وإذا عندك أي أسئلة اسأل في الكومنتس. وأشكركم على المتابعة.